ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة. بصوا بعد ما سبتهم يعني يخمروا شوية والمفروض طبعا يكتملوا التخمير لمدة ساعة، وبعدين هبدأ أفرد بشكل مستطيل كده اللي هي الكور الصغيرة بتاعت الباتيه دي. شوفوا كده الطريقة التانية المورقة، أنا بحب أمسك كل كورة أعملهم كور صغيرين جدا، وأمسك كل كورة فيهم أفردها كويس وأحطهم طبقات زي الفطير مشلتت، وبعدين أروح فردهم كلهم مرة واحدة. بصوا تبقى كده أهي. باخد بقى الزبدة، شوية من الزبدة الطرية كده أو أهي، يا سلام شايفين إزاي تبقى روعة. ونعمل كل بقى الطبقات زي الفطير المشلتت، بنحط بين كل طبق والتانية طبقة زبدة طبعا. اللي فوق على الوش ما بنحطش فيها، اللي هي الظهر بتاع دي ما بنحطش خلاص. أولا احنا كده بنتحكم في نسبة الزبدة بشكل كويس، ما بنخليهاش يعني تبقى كتيرة. بصوا ونرول كده، عايزين تحشو احشو، في حشوات جبنة زعتر، جبنة رومي، أي حاجة انتوا عايزينها. تعالوا كده هنحط هنا، هاخد ده هنا، كده وهاخد الصفار البيض اللي انا حطيت عليه معلقة الخل، وهدهن وهسيبه يخمر شوية. هرش سمسم ني علشان ياخد سواه ويطلع لونه ذهبي وفاتح وجميل. بسم الله. وممكن كمان تحطوا السمسم نفسه يعني وشها في السمسم لو انتوا حابينه كتير. شايفين ازاي اهو السمسم ده مهم قوي للولاد، لانه فعلا مخزن كالسيوم حقيقي يعني اهو. شايفين ازاي ممكن بقى اغطي شويه كده، سيبوها شويه تاني نصايه ربع ساعه. والسمسم يعني من الحاجات المفيده، مهم للمفاصل والعظام جدا، وبيهدي الاعصاب جدا، وبيحارب الزهايمر. عنده كمان للسيده الحامل بيحميها من الامساك، في بعض السيدات بتشتكي من الامساك فتره الحمل. تعالوا بقى نبدا نتكلم على صوص البيتزا. بصوا بقى انا هعمل، لو هبداه من الف للياء بطريقه مظبوطه، هعمله من الطماطم. طماطم دي الطماطم اللي بيسموها كونكاسي، فين الميه بالتلج يا امامير؟ بصوا بقى خدت الطماطمايه، اوريكم كده بالمنقط الطماطمايه الجميله دي. انا شلت الجزء الاخضر اللي في النص ده اللي هو اللي احنا عارفينه اللي هو هنا، بصوا ده فضيته خلاص، ودخلتها في شويه ميه كده بعد ما فتحتها من الظهر اربع تربع كده. شايفين ازاي فتحتها اربع تربع زي ما حضراتكم شايفين. حلو الكلام. وبعدين هسيبها 10 دقايق او 5 دقايق لحد ما احس ان القشره اقدر اشيلها. طيب وانا بسلقها بحط معاها ايه؟ بحط فصين ثوم، بصلايه متقطعه اربع تربع، لو عندي عود روزماري او عود زعتر فريش هحطه في النص، لو عندي حته فلفل الوان هقطعها واحطها معاهم. حلو الكلام. خليني اجيبها لانه انا عايزه اوريكم هي دي الصوص الحقيقي اللي ايه اللي احنا بنحتاجه فعلا للبيتزا اهو. بصوا بقى ناخد كده فلفلايه، الفلفل ده طبعا في ناس كتير زي حالتي بتحب تغسل الخضار وتشيله نظيف. بصوا فلفل الرومي اللي هو الفلفل الالوان هيبدا بقى، عايزه اقول لكم ده رائع. فلفل الالوان ده بقى من الحاجات اللي يعني بتعالج فقر الدم جدا، في نسبه حديد عاليه، وبيساعد على خساره الوزن بشكل كبير، وبيعالج اضطرابات المعده، وبيقوي الجهاز العصبي جدا، بيحمي الجنين من التشوهات، ليه تعزيز كده للصحه حتى للمراه الحامل، مفيد جدا، بيساعد على تنشيط الغده الدرقيه بشكل كويس. بصوا بقى انا حطيت الخليط ده كله، سبتهم مع بعض يغلوا الغلوه، هطلعهم هاخد الطماطم افصلها في ميه هنا واحط فيها تلج. لازم اوقف التسويه، التسويه دي لازم تقف بعد ما تطلع الطماطم في ميه وتلج، احافظ على نسبه الفيتامينز اللي فيها واشيل بس القشره بتاعتها اهي زي ما حضراتكم شايفين كده.
دي اللي اسمها طماطم كونكاسي. خلاص هاخدها بقى بعد ما اشيلها اشيل القشره، هاخدها زي ما هي معاها الفلفل الالوان ومعاها فصين الثوم ومعاها البصلايه المتقطعه 4 ارباع وعود الروزماري او عود الزعتر، وممكن احط ورقتين ريحان فريش، بس الريحان مش هسويه معاهم، ريحان هحطه مع الصلصه وبضربها في الخلاط. خلاص هضربهم كلهم في الخلاط، هيطلعوا لي كده شايفين درجتها واخده شبه تسويه خفيفه. ليه؟ لان انا اديتها نص السلقه اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي اهي، هوريها لكم تاني اهي. شايفين طماطم قطعناها، شلنا الجزء اللي هنا اللي قدام، لازم اشيل الجزء ده لانه بيبقى فيه حاجات كتير قوي ما ينفعش اسيبه. وادي اهي الطماطم هنزلها في ميه وتلج عشان القشره تتشال معايا بسهوله اهي اهي. هوقف تسويتها خالص، وبعدين هسيبها دول زي ما هم كده دقيقتين عقبال ما هنجهز الخلاط بتاعنا. هحط فيه الخليط ده كله وهضرب الخليط ده كله في الخلاط، واقدر اعمل كميه لا باس بيها من الصوص البيتزا، واشيله واحتفظ بيه فتره حلوه عندي حتى لو في الثلاجه، وجزء منه يبقى في الفريزر. مفيش اي مشكله، ما يجرالوش حاجه، بس ميله البرطمان يكون معقم، بتعقم زي ما بنعمل اي حاجه معقمه، الازاز والغطا، ونحط الصوص ونقلبه على الوش كده بشويه زيت لازم على الوش، ونقلبه على ظهره كده، ولازم يبقى تحته منديل متطبق ولا حاجه عشان ما يسربش زيت، وبقفله، وكل ما عاوز اخد منه. بيقعد فتره كويسه، وممكن تحطه بس شعره بسيطه او طرف المعلقه رشه ملح ليمون، لان انا هحط مع الصوص ده شويه سكر، رشه ملح ليمون كماده حافظه للصوص بتاعنا. انا بقى هاخد الباتيه ده اللي معمول يعني ايه شبه يعني سريع، ما هواش الباتيه المورق اللي احنا متعودين عليه، حاجه سريعه. هحطه بقى هنا في الفرن، بصوا كده، وهسيبه ياخد تسويته يعني ربع ساعه 20 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن، هتشوفوه دلوقتي عن قرب. وايه ونقفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحراره 200 220، المخبوزات بتبقى عايزه حراره عاليه شويه. لو عندنا بخاخه ميه هنحتاجها، بخاخه ميه او بالفرشه بقى هنضطر نعمل كده على خفيف لما نيجي نعمل اي مخبوزات فيها عيش، او حله صغيره او كسرول في قعر الفرن فيها شويه ميه سخنه يطلع البخار اثناء ما المخبوزات دي بتتخبز. هتلاقوها ادت طراوه للمخبوزات وبقت جميله للناس اللي فرنها حامي او جاف شويه. طيب انا هبدا كده ايه، هطبق ورقه الزبده دي خليها هنا في جنب. وتعالوا احنا عملنا الخلاط تمام يا حبايبي، امان. طيب يا روحي يلا نحط كده ثانيه واحده، هاخد هنا هوريكم بس الايه الشكل العام للصوص. وتعالوا هجيب الحله دي هنا، هبدا بقى اخليها تسخن لحد ما انا اجهز الايه. بصوا بقى الطماطم، بصوا سقعت ازاي، اضطر بص اشيل القشره، بصوا القشره بتتشال بسهوله ازاي اهي. ها هي الطماطم، شايفين ازاي السهولة؟ اهي ما شاء الله. وهحط هنا والتانية. انا بس بوري لحضراتكم كده ايه يعني، لان في ناس كتير بتبقى حابة تعمل الوصفة من الاول، فحبيت ان انا في الحلقة النهاردة اعملها مع حضراتكم. عايزة اقول لكم طعم مختلف تماما بالطماطم الطبيعية بتاعتنا، الطعم مختلف. تقدروا كمان تصفوا البذر منها لو عايزين، عشان الناس اللي بتتعب من البذر بتاع الطماطم اهو. هشيل بقى ده، هشطف ايدي، وتعالوا نبدا بقى نحط معاها الحاجات اللي احنا ما حطيناهاش قبل كده، اللي هي بصوا بقى الفلفل الاحمر الرومي اهو، البصل شفتوا اخد ربع سلقه كده، فصين الثوم الحلوين دول. البديل تماما يبقى حاجات جافه كلها على النار، وهنستخدم الصلصه الطبيعيه او نضرب طماطم في الخلاط من غير ما فريش برضو، بس دي بقى الاساس. وبعدين هاخد كده نقطتين من الميه اللي سلقت فيهم الحاجه دي علشان ايه اخد الطعم، وهاضرب الكميه الحلوه دي مع بعض كده. خلينا ايه كده ماشي، ييجوا يضربوها. انا بس عايزه احط معاها ورقتين من الريحان، ورقتين كده ايه ريحان فريش. بصوا بقى الطعم والجمال اهم، الله ما شاء الله ما شاء الله.
ورقتين فريش حلوين كده من الريحان، نحطهم هنا مع الحاجات الحلوة دي. وإيه؟ شفتوا الجمال؟ تعالوا هنا، الطاسة سخنة، هاخد شوية من زيت الزيتون أو زيت النباتي زي ما حضراتكم تفضلوا. هنزل مقادير صوص البيتزا تاني عشان أصدقائنا لو لسه منضمين للفقر يبقوا عارفين إحنا عملنا إيه. إحنا خدنا الطماطم قطعناها طماطمية كاملة، شلنا الجزء الأخضر اللي قدام، شقناها أربع تربع من ورا من غير ما نفصلها، حطيتها في مية وحطيت معاها الفصين ثوم، بصلاية متقطعة أربع تربع، فلفل أحمر ألوان، لو عندي عود زعتر أو عود ريحان. وبعدين خدت غلوة على النار، طلعتها في مية ساقعة بتلج، وقفت التسوية، قشرتها بكل سهولة، حطيت الطماطم هنا زي ما حضراتكم شايفين. أنا هنا بس عايزة أدعم بنقطة ثوم زيادة، فأنا هاخد هنا معلقة زيت، هحط معاها نقطة معلقة ثوم، وتقدروا تستخدموا الباودر، بس أنا بقى بما إني عاملة كله طبيعي هاخد كده الزعتر هشوحه الأول والروزماري الأول كده. وبعدين هنزل الصوص القمر ده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي احنا عملناه من الطماطم. طبعا أقدر أدعم بمعلقتين صلصة لو أنا محتاجة اللون. حطيت ورقتين ريحان فريش معاها برضو، وهنقلب تقليبة حلوة. هناخد الصلصة، وعندي هنا كمان شوية طماطم حلوين اهم، يلا بينا نقلب. وتعالوا بقى رشة الملح والفلفل الحلوة بتاعتنا عشان نبدأ نعمل العجينة شوية مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. رشة ملح ورشة الفلفل، حطينا زعتر وروزماري وريحان فريش، خلاص ثوم وبصل وكل الحاجات الحلوة دي لكن طبيعية. خليني بقى ايه اخد الغطا ده هقفل شوية، سيبوها بقى مع نفسها شوية كده ايه خمس دقايق. ايوة بسم الله الرحمن الرحيم، علشان تظبط معانا تستوي بسرعة. حلو الكلام، تعالوا بقى نعمل العجينة. ايه هي العجينة؟ نعمل عجينة بيتزا صغننة، ميني بيتزا كده ظريفة بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نقول المقادير مع حضراتكم. بسم الله، مقادير العجينة عندي للميني بيتزا، عندي كوباية من اللبن، عندي معلقة سكر، رش معلقة من الخميرة الفورية، وكمان عندي نص كوباية من زيت الزيتون، يطلعوا حوالي أربع معالق ولا حاجة. عندي كمان كوبايتين ونص من الدقيق، عندنا رشة الملح، وعندنا صلصة البيتزا اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي اللي اتفقنا فيها نسبة زيت الزيتون والحاجات الحلوة اللي احنا عملناها حالا، اللي هي فيها الطماطم الكونكاسي، وعملتها من الألف للياء عشان اللي عايز حتى يخزن طماطم بالطريقة دي في وقت من الأوقات يقدر يعملها بالطريقة دي. لكن أنا مع إن احنا إيه يا إما تبقى بالطريقة دي ويتوقف تسويتها وتكمل سواها في الخضار، أو نشيلها فريش زي ما هي لو أنتوا عايزين تستخدموا حاجة صحية. تعالوا بقى نعمل الإيه العجينة بتاعتنا. أنا هنزل العجان هنا وهبدأ إيه أعمل العجينة مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، هوريكم بس الباتيه كده. هنا محتاجة بس ايه تسلموا حبايبي، محتاجة بس زي ما هو كده، معلش هاخد ايه رشة فيها شوية مية، المفروض ابخ مية بحاجة تترش بس مفيش مشكلة، هاخد كده هدي بس من الايه درجة الحرارة دي، شايفين اهو كده. وبعدين اول حاجه بتطلع المخبوزات لازم على طول نغطيها. خليني اقلب بس الناحيه الثانيه الصاج عشان ابقى شايفه اللي هنا اهو، تمام خلاص هنقفل بقى. وتعالوا بينا
بص هنا، بص على الصوص بدا يغلي، هسيبه شويه ويلا نعمل العجين. عندي الدقيق، رشه الملح، عليه الخميره، السكر، نفس الطريقه، وهاخد الزيت معايا وهروح عند العجان. خلينا ننزله هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا اهو، هنحط مكونات الجفه كلها. عندي زيت الزيتون، وهنبدا نعجن باللبن. عندي اللبن اهو، ممكن يبقى لبن دافي كمان. هنقلب بقى المقادير دي مع بعض ونصب اللبن شويه شويه. لما تبقى عجينه حلوه هنشكلها تشكيلات الدوائر العاديه اللي متعودين عليها. بسم الله. خليني ابص مع حضراتكم، الخليط كويس جدا، بس هديها برضو تقليبه كمان، وهشتغل هنا وهسيبها تخمر على الصاج. يعني هطلع صاج كده وهسيبها تخمر عليه. يلا بينا ناخد بقى العجينه الحلوه دي. محتاجه ضربه كمان؟ لا، هضربها شوية. بص الصوص، شايفين الصلصة؟ بصوا الريحة روعة، بصوا الجمال. تاخد كمان لحد ما تصلصل شوية. دي الطماطم، شايفين عاملة ازاي من جوه؟ التقل بتاعها والأعشاب دي تدي طعم يجنن. بصوا كده، وهي مش محتاجه والله صلصه كتير، انا حطيت معلقتين بس من الكاتشب تدي تيست وطعم مكان ما احط سكر اهو. وهسيبها تغلي شويه. يلا بينا نطلع العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده، هو ده الكلام. يلا بينا هنشيل تاني العجان بتاعنا الامور ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، يلا بينا. وتعالوا بقى نوريكم العجينة. بصوا كده، عجينة جميلة جدا ناعمة. هعمل منها كور. أنا بقى عايزة أعمل الكور العجينة دي تكون إيه؟ تخمر. طبعا لازم تخمر، عايزين تخمروها ككل عجينة واحدة لمدة ساعة برضو. وبعدين نطلع، معلش الباتيه بتاعنا ده بقى، خلينا الباتيه معلش ده كده سريع، ولا عملنا فيه رقات ولا اي حاجه، بس ايه عشان تشوفوه. وانا اهو شغاله هنا، هبدا اكور كده كور صغيره عشان انا عايزه اعمل بيتزات صغيره. تسلم ايديكم كده، ميني بيتزا صغير يعني، مش حاجات كبيره اهو. طيب هناخد بقى الكور دي ونبدا ايه، انا بشكلها كده واحشيها بالصوص الجاهز اللي عندي. بصوا بقى، اي حاجه متوفره في البيت طبعا لما تخمر تبقى جميل. اللي هيستخدم تونه الصوص ده هيستمتع بيه مع التونه. اهم حاجه التونه لو هتستخدموها انقعوها في شويه خل الاول. بصوا الصوص، الريحه تجنن، مش قادره اقول لكم بقى، ريحان فريش والروزماري والزعتر والطماطم. بصوا الجمال مع الثوم. تعالوا بقى نعمل تعالوا بقى نعمل ايه، ناخد كده الصوص اللي احنا عاملينه. بصوا بيطلع الصوص بيبقى كده اهو، هوريه لكم. بصوا كده، ادي صوص البيتزا، شايفين قوامه عامل ازاي بعد ما بيتصلصل اهي، شايفين الجمال. انا بقى اسمحوا لي هكور شويه من العجينه الحلوه دي، وهنرجع بعد الاستراحة نشوف نعمل واحدة كده، عشان في معانا عجينة جميلة اللي طلبوا منا الكايزر، هنعملها مع بعض إن شاء الله. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة.